أعتقد أن هذه ليست قاعدة. أن المرأة ما أعطتش فرصة. هذه نسبة غير دقيقة. الفكر الذكوري لازال ينظر إلى المرأة أنها هي ما يقدرش يحملها المسؤولية الصعبة. للأسف لا عند الآن مفهوم القيادة لازال مرتبط بمفاهيم الذكورة. و60% من سكان العالم يعتقدون أن الرجال يمكنهم أن يكونوا قادة سياسيين أفضل من النساء. إحصائية حديثة صادمة صادرة عن الأمم المتحدة فتحت ملفاً جدلياً مليئاً بنقاط الاستفهام. ما مدى صحة النأي بالمرأة عن المناصب القيادية؟ وهل فعلاً النجاح مقترن بالجنس؟ وما هي أسباب هذه النظرة الذكورية؟ سواء كانت المرأة أو الرجل، الأمر يتعلق بالمساحات الموجودة، يعني البيئة السياسية الموجودة، ولا يتعلق بكون يعني المرأة أو الرجل. فبإمكان المرأة أن تقدم الكثير في المجال السياسي وكذلك الرجل. فالعملية مرتبطة بالواقع السياسي في البلد. هناك بلاد يمكن أن يكون الرجال فيها أكثر يعني مرونة في العمل السياسي لأن ظروف البلاد تقتضي ذلك. وهناك يعني في الظروف الطبيعية دائما ليس هناك فرق واضح وفرق يمكن أن يقال فيها في هذا المثال. وأتوقع أن أي ديمقراطية أو أي دولة ديمقراطية يكون فيها المجال بنفس المستوى بين الرجل والمرأة. لا أعتقد أن هذه ليست قاعدة، وخاصة لو إحنا رجعنا السنوات اللي هي الأخيرة هذه على مستوى العالم، لاحظوا أن في شخصيات بارزة جدا في هي تربعت على أعلى منصب في الدول، وبالإضافة لشخصيات علمية اللي هي وصلت لمراحل متقدمة جدا من العلوم، سواء كانت صحية، علوم صحية، علوم تكنولوجيا، أو علوم حتى علوم اجتماعية، في تزايد بالنسبة للعنصر النسائي. يعني هذا ملحوظ لنا لو تابعوا في الأمور هذه مجملها، إن في وضوح يعني زايد، إن في نمو لمستوى الوعي والثقافي عند المرأة يعادل نقدر نقوله الرجل في مقدراته، وقد يفوق أحيانا في بعض الأحيان. هذا يعتمد على الشخص، ورجل أو مرأة يعني ما لهاش علاقة بال أساس. إذا كان رجل أو مرأة يعتمد على الشخص نفسه، إذا كان هو عنده قدرة سياسية أو لا. في هالبدول العظمى النساء هي شادة زمام الأمور، يعني كرئاسة، كمجلس وزراء، وتكون الدول هذه يعني دول ناجحة جدا بالفعل. يعني هذه نسبة غير دقيقة، لأن المرأة قادت مراكز وأثبتت وجودها في أكثر من محفل وأكثر من مجال. هذا الاستفتاء الحقيقة له عدة دلالات. لا شك أن أول دلالة هي أن تبين أن حقوق النساء من وجهات متعددة في مفترق طرق على المستوى الدولي للأمانة. يعني للأسف لا عند الآن مفهوم القيادة لازال مرتبط بمفاهيم الذكورة، وطبعا وهذه يعني واضحة جدا من خلال الاستبيان. نرى أن الرجال تولوا خلال تاريخيا خلال حقب طويلة مناصب أكثر قوة ومناصب قيادية، فطبعا هذا جعلهم أو يعني أصبحوا من خلاله هم أكثر أهلية، لأن دائما متصدرين المشهد رجال خلال يعني الحقبة التاريخية اللي فاتت كلها. فأصبح هناك شعور وإحساس بأنهم أكثر أهلية وأكثر حزم من المرأة. حقوق النساء، هناك تراجع كبير أختي سهام في حقوق النساء وفقاً للمعايير الدولية للأسف. فنجد أن وجود المرأة في المناصب القيادية هو استثناء وليس قاعدة،
للأسف. بالعكس، المرأة لو أعطتها الظروف ونفس الظروف متاع الرجل تدير ممكن أكثر من الرجل. فأنا نعرف أن المرأة الليبية إذا كان سمحت لها وتيحت لها الظروف ممكن تدير أكثر من الرجل، عندها إمكانيات أكثر من الرجل اللي هدير. إحنا يعني ننقصنا شنو هو الثقافة ومعرفة حقوقنا شنو هي عشان طالبوا بها. هادو هما توا يقول لك المرأة ضعيفة، لا بالعكس. ما هي الأسباب الداعمة لهذا الفكر الذكوري المنحاز إن صح التعبير؟ هل أن استحواذ الرجل على المناصب نتاج أزمة ثقة بين المرأة وذاتها أم ضيق نظرة الآخر وعقلية المجتمع؟ ثقافة عدم الثقة، ثقافة عدم الثقة في القيادات النسائية ما زالت قائمة ولا زالت متجذرة، وطبعاً هذه نظرة مجحفة ما فيش شك، ومتجذرة بعمق، ويصعب تغييرها من خلال يعني في وقت قصير. المعايير في تولي الرجال والنساء لازالت معايير تمييزية ومتحيزة، وزي ما قلنا أن هذا يعني تبين أنه هو عميق الجذور لازال وبقوة. فالمجتمع للأسف، المجتمع الدولي لا يثق بالقيادات النسائية. الفكر الذكوري لازال ينظر إلى المرأة إنها هي ما يقدرش يحملها المسؤولية الصعبة، وبالتالي الحقوق متاعنا هذه لو كان ما نضلوش ونطالبوا ونكرروا مش حيعطوها لنا هم بسهل، لازم ننتزعوها انتزاع. أغلب النساء للأسف يشعروا ما مش شعرين عندهم هذه أو هي من حقهم. كيف مرأة تصل للفضاء وتكون عالمة وتكون تربي عائلة؟ هذه أصعب وظيفة ممكن تقلدها المرأة. تقول لك المرأة لا تستطيع تقلد مناصب، وإحنا عندنا عديد من الأمثلة للنساء. قاضية يقول المرأة عاطفية وما تقدرش تتولى مناصب فيها حكم وفيها قضاء، والآن إحنا نشوفه في المرأة قاضية، نشوفه فيها محامية تدافع على الـ على الـ على الـ على الـ على الظلم، تدفع في الظلم. مرأة تربي، المرأة تعلم، هي تعلم في الدكتور وتعلم في القاضي وتعلم. فكيف هذه المرأة اللي هي تقوم بكل هذه الأدوار لا تستطيع أن تتقلد مناصب؟ المرأة عندها نظرة تقليدية في كل المجتمعات، في أغلب المجتمعات لها نظرة تقليدية إن هي ما تقدرش تقود مناصب، تقدرش. لا، المرأة لما تهيئ لها الظروف، المرأة لما نشتغل على النظرة التقليدية هذه اللي احنا خلاص رسخت في الأذهان إن هي المرأة تستطيع أن تقود، تتغير ونبدو فيها بالأجيال الصغيرة، نبدو نربي فيها أن المرأة قادرة وعندها قدرة، والمرأة مش مجرد يعني عامل مكمل في الحياة، هي نصف المجتمع فعلا. ستكون هذه النظرة تتغير. هو حتى اللي هو يشوف في أمه تقود في البيت وشوفها تقود في المدرسة كان هي معلمة، وتشوفها هي تقود في مناسبات كبيرة في البيت، قاعد ما يقدرش يقول إنها هي يعترف بإنها هي قائد. إحنا مثلاً أنا يوم جيت بنقلد منصب نقيب الصحفيين، كل واحد أعطاني كلمة، يعني في من يكونوا صحفيين ومثقفين، في بعض منهم قالوا لا مش هتقدري، لا صعب عليك، لا يعني ما زال النظرة اللي هي القديمة التقليدية اللي هي في المجتمع ما تغيرتش فقط، ولكن هي في الواقع المرأة هي تثبت وجودها وتشتغل، وكل مكان هي تستلم فيه وظيفتها تكون قادرة على قيادتها وتكون قادرة على العمل فيه بكل تمكن. تجارب استثنائية شهدها التاريخ لعدد من النساء الرائدات القائدات. هناك شعور طبعاً أن الرجال عندهم إحساس بأنهم متفوقين على النساء، وأن النساء ضعيفات وعاطفتهم قوية، وبالتالي هناك شعور بشكل آلي لدى الذكور لأنهم ذكور يحتقدوا أنهم أحق من النساء في هذه المناصب القيادية. إحنا سبقنا الغرب بكثير، هناك نساء حاكمات وقيادات جبارة عبر التاريخ،
عندنا زنوبيا وكليوباترا، وعندنا راني كاشنمباني من الهند. هناك أمثلة كثيرة، شجرة الدر أمثلة كثيرة الحقيقة تثبت. ثم طبعا في الغرب وجود جان دارك، وبعدين عندنا القيادات، أو أخيرا طبعا في ألمانيا سمعنا عن مارغريت تاتشر، الآن ميركل، هيلاري كلينتون. الآن في أمريكا العام الماضي أول مرة تتقلد سيدة قاضية، هي كمستشارة في رئيس محكمة عليا في أمريكا. يعني خدوا باع كبير. في ليبيا طبعا في نساء قولوا رائدات، وفي نساء يعني أخذوا مكانة في المجتمع. في ليبيا تتعدد التجارب الناجحة لسيدات رائدات رغم العقلية الذكورية المنغلقة، في وقت تناضل فيه المرأة من أجل إثبات الذات. فلما تخرجت من كلية الحقوق في 71 حصل تمييز كبير ضدي الحقيقة بسبب أني أنا أنثى، ورفض تعييني في الكادر القضائي أو وفقا لقانون نظام القضاء مثل زملائي. وهنا بدأ الحقيقة نضالي لكي تصل النساء في ليبيا إلى مجال القضاء والنيابة والتحكيم، سواء تحكيم دولي أو تحكيم وطني. وبدأت المسيرة، وكان نضال صعب جدا طبعا، استمر لمدة 3 سنوات. وكنت أقابل وزير العدل في ذاك الحين الأستاذ محمد علي جدي، قابلته أكثر من 10 مرات، وهو مقيم طبعا في مدينة طرابلس وأنا مقيمة في بنغازي. وكان يقول لي: يا أختي نعيمة، أشكري ربنا أن أنت عيناك في وزارة العدل، أنت أول سيدة تعين في وزارة العدل في ليبيا، أول سيدة. عينت وفقا لإيش؟ وفقا لقانون الخدمة المدنية. أنا لما صارت الثورة طبعاً، أنا كنت من المجموعات الأولى اللي كنت أنا معارضة، ولكن كنت نبي تغيير، ما نبيش هالفوضى هذه تصير في البلاد. لما صارت الثورة بالشكل هذا، الفوضى، أنا دو الآن معارضة لها حتى هي ضدها، إلى أن 2014 الحقيقة هدية كانت زي ما يقولوا فيها قسمة الحياة المهنية بتاعي، اللي هي كانت وقعة غرغور مشهورة كتير في طرابلس. يعني كنت أنا السيدة الوحيدة، وكانوا كلهم مجموعة رجال. إحنا اللي كنا لجنة المصالحة ما بين مجموعتين، يعني اللي هم الكتائب اللي كانوا جايين من مصراتة في طرابلس، والشباب اللي هم كانوا في طرابلس يعني المدنيين. وإحنا اللي قعمزنا، أنا من ضمن المجموعة اللي عملنا شروط لخروجهم من طرابلس، ودرنا مصالحة كيف يطلعوا من غير ما تصير حروب. ويعني كان لها دور، يعني كان لو كان اليوم هذاكايا ما كانش درنا المصالحة ديكا، كانت حتصير حرب يعني في طرابلس فظيعة. السيدات اللي يشتغلوا مثلا كمدرسات ولا ممرضات، أي كان في سيدات هيكون في الشغل جيد، وحتكون المرأة ملتزمة بحضورها وبغيابها عكس الرجل اللي هو أغلب الأحيان احنا ديما نعيب عليهم من الرجال ما يركزوش معهم في الغياب وفي الحضور وفي في الضبط وفي الربط وفي التواجد، عكس المرأة اللي هي منضبطة، اللي هي حاملة مسؤولية، إن هي تحب إن هي تقوم بعملها لأكمل وجه. رغم التجارب اللامعة عبر التاريخ، تحاول المرأة جاهدة لمحو نظرة دونية ترسخت كانت تقصيها من المناصب القيادية، فيما تحاول جاهدة محو هذه الصورة من خلال التألق في مناصب فارقة في التاريخ.